نبدأ نشرتنا الرياضية بأخبار الدوري المصري الممتاز. فريق طلائع الجيش اتعادل مع فريق سموحة بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز. بيحتل طلائع الجيش المركز 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما تقدم سموحة للمركز الخامس برصيد 39 نقطة. فريق إنبي فاز على فريق الجونة بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. صعد فريق إنبي للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة. المنتخب المصري لناشئي كرة الماء حقق الفوز على رومانيا بنتيجة 13-11، وده في منافسات بطولة العالم واللي بتستضيفها مالطا وهتستمر لغاية يوم 25 يونيو الجاري. المنتخب الوطني لسيدات كرة اليد مواليد 2004 خسر أمام سويسرا بنتيجة 31-22 في ثالث مواجهاته ضمن منافسات بطولة العالم بمقدونيا ضمن مباريات النسخة رقم 24 للبطولة واللي بتقام في الفترة من 19 ل 30 يونيو الجاري. منتخب البرتغال حقق الفوز على منتخب تركيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين امبارح على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية في الجولة الثانية من المجموعة السادسة يورو 2024، وبكده بيصل المنتخب البرتغالي للنقطة 6 ليضمن بشكل رسمي التأهل لدور الـ 16، فيما يحتل منتخب تركيا الوصافة برصيد 3 نقاط. منتخب بلجيكا حقق أول فوز ليه في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 على منتخب رومانيا 2-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب راين أنرجي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من يورو 2024، بكده أصبح في رصيد كل منتخب من الأربعة 3 نقاط وهم رومانيا، سلوفاكيا وأوكرانيا. منتخب جورجيا اتعادل مع منتخب التشيك بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب فولكس بارك بالجولة الثانية للمجموعة السادسة من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا يورو 2024. ومنتخب فنزويلا حقق الفوز على الإكوادور بنتيجة 2-1، وده في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، وبالفوز ده بيرتفع رصيد منتخب فنزويلا للنقطة 3 في صدارة ترتيب المجموعات الثانية، بينما بيتواجد المنتخب الإكوادوري في المركز الأخير دون نقاط. منتخب المكسيك حقق الفوز على منتخب جامايكا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024. امبارح كان في مباريات مهمة جدا في اليورو جمعت بين جورجيا والتشيك واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهم 1-1. في مباراة تانية كمان فازت فيها البرتغال على تركيا بنتيجة 3-0، أما المباراة الثالثة جمعت بين منتخبي بلجيكا ورومانيا واللي انتهت بفوز بلجيكا 2-0.